ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا؟ قال ابن القيم رحمه الله: من باب أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشرع حصن حصين، فهو من باب سد الذرائع حتى لا يلحق بيوم الجمعة. قلت: وبأي يوم فاضل أن يلحق به ما لم يأتي به الشرع؟ يعني كأنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع قاعدة، قاعدة في الأيام الفاضلة كيوم الجمعة أو في أي يوم من الأيام الفاضلة، من أنك لا تحدث فيه شيئا. ولذا هذا الحديث وهو النهي عن صيام يوم الجمعة على وجه الانفراد يرد تلك البدع من أذكار، من دعاء، من عبادات خصص يوم الجمعة بها ولها، فالشرع سد الباب.